ابارتمون اليوم مفرشه مجهزه والثمن جد مناسب في قلب مدينه طنجه، والمساحه ديالها 130 متر كاري بالاضافه للباركينغ تيتري. فيها جوج صالونات كبارين ما شاء الله، جات قريبه لاكار تي جي في، جوج دقائق البحر على رجلك، وعندها دو فاصاد وجات كامله مشمسه ما شاء الله. ولا كويزين ايكيبي، ثلاثة ديال لي شامبر، دريسين، دو سال دو بان، وباش تعرفوا اكثر تواصلوا معنا على الرقم التالي او الانستغرام. زين والتاويل والاناقه والجمال وكاع المواصفات متوفرين في هذه الشقه، وكتباع بالفراش ديالها. جي حويجاتك ادخل تسكن، وجيت في قلب مدينه طنجه بالضبط في حي فلوري، والمساحه ديالها 87 متر كاري. ودابا نخليكم تكتشفوا معنا الشقه. شقه اليوم كتوفر على صالون، وكتباع بالفراش ديالها، الثمن جد مناسب، تفضلوا اكتشفوا معنا. المساحة ديالها 90 متر كاري، والثمن 90 مليون سنتيم بالأثاث ديالها. فيها كويزين إيكيبي، دو تيراس، صالون، سال دو بان، دو شامبر، المكان ديالها جات مطل على الشارع الرئيسي لعمالة المجد، الطابق الخامس، وفيها لاسانسور. وباش تعرفوا كثر تواصلوا معنا على الرقم التالي او الانستغرام. ديك لابارتمون اللي كت عزك، واخا تكون كتبيع غير النعناع وهذه مهمه في الحياه، وكان قالها حتى العلج الله يرحمه، بمعنى بنادم ما يبقاش يقول لك انا خدام غير بلومبي، ولا انا خدام غير صباغ، ولا انا غير فنان، ولا انا صحفي، ولا لا، عزها اي حاجه درتيها مهما كانت صغيره راه عندها قيمه في الحياه، كل ما درتيها زوين وتقنتيها كيتسمى فنان. شقة غزالة ما شاء الله، وكتباع بالأثاث ديالها. كتواجد مدينة طنجة بحي فالفلوري، والمساحة ديالها 62 متر كاري. فيها دو شامبر، صالون، سال دو بان، كويزين بيان إيكيبي.
شيري مولي اسماعيل. اما لا فينيسيون فهي من النوع الممتاز، لا كليم سونتراليزي، دوبل فيتراج، ليزولاسيون في لي مور. ودابا نخليكم على بارتمون تيموا للمساحه ديالها 126 متر. السلام عليكم. الرحله ديالي في الدومين ديال الديكور والاثاث بدات هذه 10 سنين، المده اللي واجهت فيها بزاف ديال التحديات والصعوبات، ولكن هذا الشيء الحمد لله ما كانش عائق. من خلال الخدمه النقيه اللي كنديروها، كل حب وعطاء وفضل ليكيب المبدعه اللي خلات الناس يثقوا فينا وعطاونا دافع كبير باش نكونوا معكم، وتمكننا الحمد لله من تاسيس يوبيتيس اللي حققنا فيها بزاف ديال المتمنيات، ومازال الخير القدام ان شاء الله. اليوم بغيت نشارك معكم هذه القصه باش نحفزكم ونبين لكم بلي راه حتى شي حاجه ما كتجي بالسهل، خاصك تخدم وتضرب تماره وتنوض في الصباح وتوكل على الله، وما تنساوش بلي راه اليقين في الله والصبر والمثابره هي نبدا من المبادئ الاساسيه اللي يمكن توصلكم كاع داكشي اللي بغيتو. اي واحد شاف هذا الفيديو كنقول له شوف ما طيحش لاكارد وخليكم مستمر في الحياه، وان شاء الله ما يكون غير خير، والله يجيب التيسير للجميع. تبارك الله عليكم. عندما يراك الله وانت تتعب وتجاهد وتنكسر وتقوم، يراك الله سبحانه كلما وقعت في معصيه او ذنب، حزنت في نفسك وانكسرت وذهبت اليه ورجوت منه سبحانه المغفره والعافيه. اليوم كيتواجد في طنجة بالية 10 دقائق البحر وما لا بطر، وكيتوفر على مسبح، مساحة خضراء، باركينج، مدرسة خاصة، وقريب جميع المرافق العمومية. ودابا نخليكم على فارتمون تيموا، والمساحات كيبداو من 70 حتى 104. عندما يراك الله وأنت تتعب وتجاهد وتنكسر وتقوم، يراك الله سبحانه كلما وقعت في معصية أو ذنب، حزنت في نفسك وانكسرت وذهبت إليه ورجوت منه سبحانه المغفرة والعافية.